تخيل معي أن مادة واحدة داخل جسمك قد تنقذ حياتك وقد تهدمها، مادة نلومها كثيرا ونحملها مسؤولية الجلطات والموت المفاجئ، رغم أن جسمك لا يستطيع أن يعيش يوما واحدا بدونها. مادة تعتبرها عدوك رغم أن عقلك ودماغك يصنعها وقلبك يحتاجها وخلاياك تبني نفسها منها كل لحظة. الكوليسترول، المادة أو الاسم الذي أرعب الناس عشرات السنوات، لكن خلف هذا الاسم قصة مختلفة تماما وأسرارا لم تحكى وحقيقة لو عرفها الناس تتغير كل شيء. في هذه الحلقة سنتكلم عن الكوليسترول والدهون، وهل ومتى تكون الحامي الأول لجسمك ومتى تكون عدوا قاتلا صامتا. ولن نتوقف عند هذا الحد، بل سنرجع إلى الوراء عشرات السنوات مع العالم الفرنسي العجوز الذي عاش 103 سنة منذ 210 عام، فكان أول من اكتشف الكوليسترول. وسنعرف أيضا لماذا خلق الله سبحانه وتعالى هذه المادة داخل أجسامنا، وكيف لا نستطيع أن نعيش يوما واحدا بدونه. الكوليسترول هو مادة دهنية شمعية موجودة في كل خلية من خلايا الجسم، مهم جدا عشان بناء العصارة الصفراوية والفيتامينات والهرمونات زي هرمون التستيرون وهرمون اللي هو هرمون الذكورة وهرمون الاستروجين والفيتامين دي، وبناء الغلية الغشاء بتاع الخلية كل خلية داخل الجسم. بالنسبة للكوليسترول، أول معلومة بحب أقولها لكم النهاردة إن الكوليسترول بيتصنع في الكبد بنسبة 80%، 20% بس بيبقى في مصادر خارجية أو من الأكل، عشان ما نتهمش كل حاجة بالأكل. طب انا قلت في البدايه ان مخك بيصنعها او عقلك بيصنعها، طب ازاي؟ احنا عارفين ان في حاجه اسمها بلاد برين بارير، يعني حاجز مخي. المخ يا جماعه او الدماغ منطقه معزوله تماما عن الجسم، في حاجه اسمها بلاد برين بارير، مش اي حاجه تخشها. طب والجسم بيحتاج، المخ بيحتاج كوليسترول. المفاجاه ان المخ اللي هو يعني حجمه تقريبا 2% من الجسم، من وزن الجسم، فيه 25% من الكوليسترول قد الكوليسترول بتاع الجسم كله. طب بيكونها ازاي؟ بيكونها نتيجه طرق مختلفه بس بنفس البصوي اللي هو بتعمل في الكبد، عن طريق حاجه اسمها كوردكتيز انهبيتور. المهم ان هو بيشتغل عن طريق حاجه اسمها الخلايا الدبقيه، بيكون الاسيتايلكولين. طب ايه اهميه الاسيتايلكولين؟ تتحول لحاجه تانية وبالتالي تؤدي الى انتاج الكوليسترول الخاص بالدماغ. اهميته ايه؟ اهميته هو العنصر الاساسي اللي بيكون المايلين حول الاعصاب، مهم جدا لتكوين المشابك العصبيه اللي اتكلمنا عليها قبل كده، وقلنا طبعا قصه الاسيتايلكولين. فبالتالي الكوليسترول لو قليل، ودي اول معلومه هنقولها النهارده، هتلاقي الانسان عنده اكتئاب، عنده قله تركيز، عنده نسيان، عنده بطء ادراك، عنده اكتئاب، عنده تغير في المزاج، عنده قلق، عنده توتر، ما عندوش طاقه عصبيه، لان المخ محتاج ان هو يكون الحاجات دي زي ما احنا اتفقنا عشان نقل الاشارات العصبيه في الجسم. بعد كده ابتدي اقول يعني ايه كوليسترول او بيتكون ازاي. الكوليسترول هو عباره عن ماده دهنيه شمعيه، تمام؟ فهو عامل زي الزيت، يعني مادة زيتية لو في الدم مش هينفع يمشي، فلازم يركب على حاجة عشان هي اللي تنقله. الحاجة دي بتبقى اسمها بروتينات شمعية، وبالتالي نعرف أنواع الكوليسترول عشان ما نتلخبطش، هنعرفها من خلال الحتة دي. مادة دهنية عايزة تمشي، لما تيجي تمشي هتركب على مركب، المركب دوت هيوديها ويجيبها، بالتالي من وإلى دي هي اللي هتعمل أنواع الكوليسترول. لو خدنا الكوليسترول البروتين دوت، خد الكوليسترول من الكبد إلى الدم يبقى والأنسجة، يبقى اسمه الكوليسترول الضار اللي هو إيه؟ سيء السمعة زي ما بيقولوا، عشان قاعد ينزله في الدم. ولو خده من الأنسجة ويوداه الكبد هيبقى اسمه الكوليسترول النافع أو حسن السمعة. وخدوا بالكم الكوليسترول الضار ما بيبقاش ضار بعد ما يخش الأنسجة إلا لما يتأكسد داخل الشرايين. الحاجة الثالثة اللي هي الدهون الثلاثية، ودي تاني مفاجأة معانا النهاردة، إنها ما بتتكونش من الدهون خالص، هي بتتكون من السكريات. يعني أنا لما أجي أكل نشويات ورز أبيض وخبز أبيض وكربوهيدرات، بالتالي السكر هيرتفع عندي فالانسولين هيزيد، فاقول يا جماعه انا مش قادر الاحق على السكر، يقوم قايل للكبد بالنبي ايه؟ لا اله الا الله، خد شويه الكوليسترول والدهون، خد شويه السكريات اللي عندي دي خزنها على الكبد عندك، فيقوم مخزنها في صوره ايه؟ دهون على الكبد. وهنا تبتدي المشكله، ان الكبد يبقى كبد دهني. بعد كده يجي اخطر انواع الدهون، او من اخطرها يعني، اللي هو الماده اللي هتاخد بعد كده الدهون الثلاثيه تنقلها تاني للدم، اللي هي الفي ال دي ال او الكوليسترول الضار جدا. سوري، الكوليسترول قليل الكثافه جدا. لما الجسم بيحتاج طاقه وعندي سكريات كتير على الكبد، هيقوم مركب مكون اخد الدهون الثلاثيه وموديها فين؟ على الدم. بالتالي ما بنخافش من الدهون قد ما بنخاف من السكريات، تمام؟ يعني
لو ذكرنا في القرآن ربنا قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وفي آية بتقول والسمنة والأنعام، وفي آية بتقول وأنزلنا عليكم المن والسلوى. الشحوم نفسها مفيدة بس بحد معين وبطرق معينة، وبتخش الجسم ببطء، وجسمنا بيحتاجها عشان ينتج الطاقة والهرمونات زي ما قلنا، وبيبقى في وسيلة للجسم ينظم نفسه ويخش ببطء وبالراحة ومش عارف ايه، فيحصل هضم وامتصاص وتكسير، والجسم يحتاج لانتاج الطاقة وتخلص. اما السكريات المباشرة هي اللي هتؤدي الى ارتفاع، لان الجسم مش هيلاحق على طول، مش عارف يطلع الانسولين، هيعلى هيودي الكبد ينزل الدهون، يبتدي الدهون تشتغل 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 بصورة متكررة وسريعة بدون توقف. في آية بتقول ومن ألبانها شرابا ومن ألبانها شرابا خالصا سائغا للشاربين، ما هو الألبان دي ما هي بروتين. في آية تاني بتقول بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا وأنزلنا عليكم المن والسلوى، حتى إن ربنا لما حرم على اليهود أو حب يعاقبهم حرم عليهم أكل الدهون والشحوم، فالدهون في حد ذاتها والشحوم مش مادة ضارة. برضو لو جينا في معلومة طريفة، برضو الفراعنة لما جم بيعملوا في دراسات الموميات وكلام من دوت، لقوا ان هم عندهم في بعضهم كان بعض الملوك في الفراعنة عندهم تصلب شرايين. طب هم عملوا كانوا بياكلوا بقى زيوت مهدرجة ولا زيوت مش عارف مين واكلهم عضوي، بس دول كانوا بيمتازوا اللي هم بعض الملوك في العصر الفرعوني اللي هم اللايف ستايل، يعني ما بيتحركوش وبياكلوا بقى الخبز الملكي والعسل الملكي والعشاء الملكي والحاجات دي كلها. الخلاصة يا جماعة ان الكوليسترول نعمة وليس نقمة، بس بحد معين، وزي ما قلنا ان كل حاجة وسطية كويسة، والفضيلة هي الوسط بين ضدين، وقلنا ان هي احسن من السكريات. الاكل المباشر اللي فيه سكر وفيه كربوهيدرات وفيه نشويات وفيه رز ابيض وفيه خبز ابيض ده اخطر بكتير جدا. نيجي بقى للعالم الفرنسي بتاعنا اللي هو العالم ميشيل اوجين شفرول. العالم ميشيل اوجين شفرول اتولد سنه 1786 تحديدا 31 اغسطس، كان برج العذراء زيه، كان راجل شديد الولع بالكيمياء من صغره. هو اول من اكتشف ماده الكوليسترول سماها الكوليسترين عن طريق ان هو فصلها من الدهون الحيوانيه، وبرضو اول من اكتشف حاجه اسمها الاوريك اسيد والستيريك اسيد اللي هي احماض الشمعيه، ودي اللي هي بعد كده الشمع الصلب والصابون والحاجات دي كلها اخترعوها من خلال اكتشافاته. وبرضو كان ابوه ضابط طبيب في الجيش الفرنسي، وكان متزوج ولديه ابن واحد، كان يلتزم بالروتين الشديد، كان دايما بيلتزم بحميه اللي هي الخضار واللحوم البيضاء، ما لم يشرب الخمر في حياته خالص. خد جائزة وسام الجوكا من العالم نابليون، كان يتميز بالروتين الشديد جدا، كان بعيد عن الأكاديميات والخناقات والحاجات دي والمناصب. من أشهر مقولاته الحياة قصيرة والمهم أن نعيشها جيدا، ومن أشهر وأهم مقولاته أيضا اللي هو كان بيقول الدهون ليست مادة خاملة إنما طبيعة وعالم يجب أن نفهمه جيدا. شكرا لكم. وبصراحة قلت ما احرمش المشاهدين عندي في القناة من وجود الأطباء الأكفاء، وعلى رأسهم دكتور عمار الدباغ استشاري أمراض الباطنية والجهاز الهضمي بمستشفى سليمان فقيه بجدة. هنحاول برضو نعرف منه معلومة تفيدنا، وشرف لنا دكتور من حضرتك معنا في القناة. ايه نصايحك للمرضى اللي بيعانوا من الكوليسترول، وهل فعلا الكوليسترول حاجه ضاره جدا ولا هو نقمه ولا نعمه؟ طيب سؤال جميل ومتشعب. طبعا الكوليسترول بالذات في المرضى اللي عندهم مشاكل في القلب او تاريخ مرضي في الاسره لوجود مشاكل في القلب اكيد حيكون نقمه، اكيد حنحتاج انه احنا ننزل الكوليسترول. لكن في اشياء معينه لازم نفهمها. الناس اللي الكوليسترول عندها وراثي قد تحتاج قطعا الى استعمال الادويه، مش حنقدر ننزل الكوليسترول بدون الادويه. بينما الناس اللي بيرتبط الكوليسترول عندها فقط بنمط غذائي معين ممكن تتحسن جدا لو تحسن نمط الغذاء. موضوع الكوليسترول عشان الهبات الاخطر السكريات ولا الدهون؟ هذا اللي كنت حاجه موضوع الكوليسترول عشان الهبات اللي بتطلع في السوشيال ميديا دي لازم نفهمه جدا كويس. احنا كاطباء لا نمنع المريض من اكل الكوليسترول، احنا كاطباء بنقنن الكميه اللي بياكلها المريض وبنقول له يمنع او يخفف الكربوهيدرات الكوليسترول المهدرج، الاشياء اللي هي ما هي من مصادر
واضحة ومصنعة بشكل أو بآخر بعدة درجات في التصنيع. أما الأنواع اللي هي النقية من الكوليسترول اللي ما هي مهدرجة فربما تكون إلى حد كبير آمنة إذا استعملها بكميات معقولة. لما منقول للمريض ينزل وزنه ما منقول له يخفف الكوليسترول قد ما يخفف الكربوهيدرات، قد ما يخفف النشويات، البطاطس، المكرونة، الرز، الخبز أو العيش. هذا النقطة أهم. احنا عندنا انواع معينه من الدايت المريض فيها يعتمد تماما على الدهون والبروتين ويوقف اكل الكارب او النشويات. فهذا بيعطينا فكره انه نقطتين اساسيه: الترشيد انه انا استعمل الكميات المسموحه او المعقوله، اني انا ابتعد عن الاشياء المهدرجه واقلل اكثر من النشويات على حساب البروتين. شكرا دكتور عمار، تشرفت جدا بلقاء حضرتك. وبما أننا في مؤتمر علمي في إسطنبول وشرفت بلقاء كوكبة من الأطباء، يسعدني أن أنا يكون معايا أخي وصديقي العزيز دكتور هشام قطب، استشاري أمراض الطوارئ ورئيس قسم الطوارئ بمستشفى جامع الخبر. برضو عن حابب أن أنا أتكلم إيه علاقتها بالكوليسترول بالنسبة دكتور هشام لحالات الحالات الطوارئ زي السكتات الدماغية والسكتات القلبية، هل هو الكوليسترول دايما العدو الأول أو المتهم الأول؟ لا طبعا، هو اولا شرفت بلقائك دكتور حاتم بجد والله، يعني فرصه سعيده ان انا اقابل حضرتك. لكن طبعا احنا ظالمين الكوليسترول، يعني في اسباب كتير جدا جدا، يعني هي من اكتر الاسباب الشائعه لحدوث الجلطات. ايه العوامل الاخرى دي وكده؟ يعني بتنافس في المركز الاول ضغط، ارتفاع ضغط الدم مع والسكر والتدخين، دول يعني 1 2 3 من 1 لحد 3، يعني ارتفاع الضغط، السكر، التدخين، دول اكثر العوامل المؤديه لجلطات القلب وكده. بيجي بعدهم طبعا عوامل تانية زي التوتر، زي الكوليسترول، وخاصة في صغار السن وكده. بس طبعا يعني الكوليسترول مش هو رقم واحد. هو اللي انا كنت عايز اوصله ان في 50% من اسباب الجلطات والحاجات والجلطات الدماغية والقلبية بيبقى كوليسترول بتاعهم طبيعي جدا. اهم حاجة اللي هو ستايل الحياة وكده. طيب نصيحتك ايه لمرضى ارتفاع ضغط الدم ومرضى الدهون؟ لا احنا يعني احنا كل واشربوا ولا تصرفوا، يعني هو الاتزان مهم جدا جدا في كل حاجه، والتوازن مهم جدا في كل حاجه. الفضيله هي الوسط بين الضي. يعني هو الوسط مهم جدا، ما فيش حاجه اسمها نمنع مثلا الكوليسترول نهائي، لا احنا لازم نكون زي ما الكوليسترول ليه بعض الاعراض الجانبيه، ليه طبعا فوائد كتير جدا جدا والجسم محتاجه، مش كله بيجي، مش كل المشاكل بتيجي من ورا الكوليسترول، يعني من ارتفاع الكوليسترول. عامل ايه في اكل الدهون في اسطنبول؟ لا بصراحه الاكل هنا الدهون قليله جدا جدا في الاكل، اكل يعني هيلث جدا جدا. بالكيلو بوصة يا في سحلة
It's lovely to be